ما في نزارة مشنقال هنا عائلة مالي خذنا 11 نفرين. اسمي نزار مسنجارة، عائلتي مكونة من 10 أشخاص، نحن ننتظر أي فرصة لكي نهاجر إلى خارج البلاد، لأن الأمل لدينا قد تلاشى، لا يوجد لدينا أي راتب ولا أي فرصة عمل لدي، حتى الأمان لدينا ليس بالمستوى المطلوب في سنجار، هناك الكثير من الأحزاب والجهات المختلفة، وأية جهة تأتي تستعرض قواها، ونحن لا نعرف سنجار بيد من، حتى الإدارة لا توجد لدينا، وهجرتنا أراها أفضل بالنسبة لنا. وبصراحة أقول لكم إننا نقوم بجمع المال ونعمل على إخراج أفراد الأسرة على شكل وجبات حتى نكمل العدد ولا يبقى أحد. مثل ما تعرفون هذه السنة 9 على تحرير سنجار، لكن لم نرى الخدمات، وحتى أمل البقاء قد تلاشى، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه لن يبقى أحد، كون من يبقى ينتكس وضعه نحو الأسوأ. حاليا وضعنا صعب جدا، والشباب وضعهم الاقتصادي معدم، حتى إنهم يستقرضون حاجياتهم من المحال بالدين بسبب غياب فرص العمل وضعف الحركة التجارية، ناهيك عن غياب فرص التعيين الحكومية. الأمر أصبح أكثر سوءا حتى للخريجين الذين تبددت آمالهم. واليوم من 100 شخص أكثر من 65 منهم يفكرون بالهجرة ويرتبون أمورهم على ذلك بسبب سوء الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية وغياب فرص العمل، فالهجرة أنا أراها أفضل.